ما كانت الحياة لتستمر وسط هذه الأجواء المعتمة، انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، تعقدت معه ظروف الحياة بشكل كبير، أزمة هددت كافة القطاعات الحيوية في البلاد. وجدت الدولة نفسها أمام تحدي يمس الأمن القومي في صميمه، فكانت توجيهات القيادة السياسية لقطاع الكهرباء بحتمية العمل على توفير الطاقة الكهربائية بكافة أشكالها لجميع قطاعات الدولة وفي أسرع وقت. سيادة الرئيس كان، يعني أنا فاكر كان تكليفه ليا، قال لي الكهرباء مسألة أمن قومي. وضعت الدولة خططا عاجلة وخططا مستقبلية كبرى تستهدف زيادة قدرات الشبكة الكهربائية المصرية إنتاجا ونقلا وتوزيعا. رصد لها حوالي 515 مليار جنيه، منها 433 مليار و500 مليون جنيه لمشروعات الإنتاج، و54 مليار و400 مليون جنيه لتدعيم شبكات النقل، و27 مليار جنيه لشبكات التوزيع. 3636 ميجاوات هو حجم الخطة العاجلة التي استطاع قطاع الكهرباء تنفيذها في فترة لم تتجاوز الثمانية أشهر، بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة والشركات المحلية والأجنبية لتتحقق المعجزة ويتم توفير الطاقة الكهربائية في صيف 2015 لكافة قطاعات الدولة بدون أي انقطاع حتى الآن. بذلك دخلت مصر في مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني، فاستعانت الدولة بكبريات الشركات العالمية وفي مقدمتها شركة سيمنز الألمانية، التي نجح قطاع الكهرباء المصري بمشاركة هيئة التسليح بالقوات المسلحة في التعاقد معها وشركائها المحليين شركتي أوراسكوم للإنشاءات والسويدي إلكتريك لتنفيذ أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء على أرض مصر بأقل تكلفة وفي وقت قياسي. 14400 ميجاوات هي قدرة أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم، تم تنفيذها في ثلاثة مواقع مصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية، ويتكون كل مشروع من 8 توربينات غازية و4 توربينات بخارية، قدرة كل توربينة 400 ميجاوات. وتعمل هذه المشروعات بنظام الدورة المركبة في مناطق العاصمة الإدارية البرولوس وبني سويف. 4800 ميجاوات هي قدرة محطة العاصمة الإدارية الجديدة المنشأة على مساحة 175 فداناً بطريق العين السخنة، ويستخدم نظام التبريد بالهواء في هذا المشروع عن طريق أكبر مبرد هوائي في الشرق الأوسط. 4800 ميجاوات هي قدرة محطة البرولوس التي تقع في مركز البرولوس بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 1,050,000 متر مربع، وهي الأكبر في مصر. 4800 ميجاوات هي قدرة محطة بني سويف التي وضعت المحافظة بين كبريات الأقاليم المنتجة للكهرباء على مستوى العالم من أجل توفير طاقة قادرة على الاستدامة والاستمرارية بصعيد مصر. ولأن الطاقة المتجددة هي الأنظف والأرخص على المدى البعيد، عملت مصر على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة، فأطلقت بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أكبر مزرعة لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح في إفريقيا والشرق الأوسط بجبل الزيت، والمزودة بأحدث التوربينات في العالم بقدرة تبلغ 220 ميجاوات. وعلى أرض قرية بنبان بمحافظة أسوان تضيء شموس أسوان في حديقة بنبان للطاقة الشمسية، حيث أكبر موقع لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية في العالم، ويتسع الموقع لإنشاء محطات توليد شمسية
بقدرات تصل إلى 2000 ميجا وات، وقد تم التوقيع مع مستثمري القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات شمسية بقدرات 1465 ميجا وات. ولربط هذه المحطات الشمسية بالشبكة الموحدة، فقد تم تنفيذ 4 محطات محولات، منها محطة محولات بنبان 1 المقامة على مساحة 250 فداناً بجهد 22/22/220 كيلو فولت بسعة 525 ميجا فولت أمبير، ويحقق قطاع الكهرباء بذلك سبقاً عالمياً بتوفير محطات محولات الربط بالشبكة للمستثمرين قبل إنشاء مشروعاتهم لإنتاج الكهرباء. وفي أسيوط أقيمت محطة كهرباء أسيوط المائية، وهي واحدة من المشروعات المقامة بمشروع قناطر أسيوط الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة وإمداد الطاقة الكهربائية النظيفة لمحافظة أسيوط وما حولها. وتتكون المحطة من 4 وحدات توليد مائية بقدرة 32 ميجا وات. وفي سبيل تحسين معدلات استهلاك الوقود في محطات الكهرباء، عمل القطاع على تطوير المحطات القائمة التي تعمل بنظام الدورة البسيطة إلى العمل بنظام الدورة المركبة لرفع كفاءتها وخفض معدلات استهلاكها للوقود. فتم رفع كفاءة محطة غرب دمياط بإضافة وحدة بخارية بقدرة 250 ميجا وات تعمل بدون استخدام وقود إضافي، لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة 750 ميجا وات تعمل بنظام الدورة المركبة. كما تم رفع كفاءة محطة توليد كهرباء الشباب الغازية بمدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية بإضافة وحدتين بخاريتين بقدرة 500 ميجا وات تعملان بدون استخدام وقود إضافي، لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة 1500 ميجا وات تعمل بنظام الدورة المركبة. في ضوء قدرات التوليد الكبيرة التي تمت إضافتها والتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة، فقد لزم العمل على تدعيم شبكات النقل، وذلك بزيادة أطوالها لتفريغ القدرات المضافة على الجهود 500 كيلو فولت 220 كيلو فولت. سيتم الانتهاء بنهاية عام 2018 من 2673.5 كيلو متر لجهد 500 كيلو فولت، و 1493.5 كيلو متر للجهد 220 كيلو فولت. وكذا إضافة قدرات محطات محولات جهد فائق حوالي 20500 ميجا فولت أمبير جهد 500 كيلو فولت، وحوالي 12908 ميجا فولت أمبير جهد 220 كيلو فولت. ومن هذه المشروعات خط نقل بني سويف غرب مغاغة بجهد 500 كيلو فولت بالتعاون مع شركة ستيت جريد الصينية. ويتميز هذا الخط بوجود أبراج عبور النيل بالمناول الخاص بها بارتفاع يبلغ 178 متراً وأربعة من عشرة، وذلك لاستيعاب القدرات المضافة من محطة توليد كهرباء بني سويف الجديدة ولتحسين مستوى الجهود الكهربائية في محافظات الصعيد. محطة محولات غرب مغاغة بمحافظة المنيا، والتي تمت بالتعاون بين السويدي تي ان دي وشركة سيمنز بجهد 500 على 220 كيلو فولت. محطة محولات إسنا الجديدة سعة 250 ميجا فولت أمبير هي صرح للطاقة بمحافظة الأقصر، تم إنشاؤها بجهد 220/66 كيلو فولت لتساعد على تحسين جودة التغذية الكهربائية وتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات الاستثمار والتنمية بالمحافظة. محطة محولات وادي النطرون سعة 1500 ميجا فولت أمبير، والتي تم إنشاؤها بجهد 500/220 كيلو فولت، وذلك لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وتفريغ القدرات المولدة
من محطات سيمنز، بالإضافة إلى تحسين الجهود الكهربية بمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة. محطة محولات إيتاي البارود سعة 1000 ميجا فولت أمبير، وقد تمت توسعة المحطة بإضافة محولين 500 ميجا فولت أمبير لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة على جهد 500 كيلو فولت. محطة محولات شرق بنها سعة 1000 ميجا فولت أمبير تم إنشاؤها بجهد 500 على 220 كيلو فولت، سعة 2 في 500 ميجا فولت أمبير، وذلك لتفريغ القدرات المولدة من محطة غرب البرولوس وتحسين الجهود لمحافظة القليوبية والمحافظات المجاورة. محطة محولات بدر والمعدة بتقنية المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز بجهد 500 على 220 كيلو فولت، لتسهم في تلبية تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية للبلاد وتدعيم شبكات الربط المصري السعودي لتبادل قدره 3000 ميجا وات. وتتكامل المنظومة بفضل تعاون كافة قطاعات الدولة وعلى رأسها هيئة التسليح بالقوات المسلحة التي ساهمت في إنجاز التعاقد على المشروعات العملاقة في أقل من شهرين، كما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بمد خطوط الغاز الطبيعي وتوفير محطات تخفيض الغاز الخاصة بهذه المشروعات. واليوم اكتمل الإنجاز باستكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء العملاقة بالمواقع الثلاث بني سويف، البرولوس، والعاصمة الإدارية الجديدة من خلال الشراكة بين شركة سيمنز العالمية وشركتي أوراسكوم والسويدي المصريتين، بالإضافة إلى العشرات من المشروعات الأخرى بطول البلاد وعرضها، لتجني مصر ثمرات تحقق لها آمالها وطموحاتها وتودع وشعبها عهود الظلام إلى الأبد، وتبقى شموسها دائمة لا تغيب.